مشاهدينا الكرام، التوقيت الافضل في هذا المساء شاهين ملك. مشاهدينا الكرام، احمد بن الشيبه بن صالح المزروعي ها هو امامكم على سيده القنوات الرياضيه، هو ما زال مسيطر بالتوقيت الزمني في هذا المساء المميز. نذهب مباشره الى مقدمه الشوط وجائزه هذا الشوط. سياره في الانتظار للفائز بالمركز الاول، الكل يتمنى الفوز، الكل طموح نيل نقطه ذهبيه في هذا المساء من هنا من عاصمه الميادين مع انطلاقه شوطنا الخامس. من ضمن هذه الانطلاقات المخصص للقعدان لسن الاذاعه المحليات الاصايل، مسافتنا هي 6 كيلومتر. نذهب مباشره مع البدايه مع مقدمه الشوط ومع المركز الاول شاهين، من يسيطر بمقدمه الشوط وبالمركز الاول لعلي بن سالم بن عبيد بوظفيره العامري، هو من يسيطر على الجميع بهذا الانطلاق. المركز الثاني يليه مباشره في ثاني المراكز شاهين، تعود الملكيه لاحمد بن سالم بن هدفه العامري، هو من ياتي في ثاني المراكز. الدور دور المركز الثالث ورس الهود لسالم بن خليفه بن سيود الدرعي من ينطلق في ثالث المراكز، ولكن ينخطف مصوغان لحربي بن سهيل بن صالح العامري يغير مع المركز الثالث. خامس المراكز ارى مشاهدين الكرام مياس المصبح بن سيف بن سالم المزروعي من يتواجد مع المركز الخامس. المركز السادس وحان دوره وهو مميز في هذا الميدان عاصمة الميادين، ميدان الوثبة والكيل الأخير. أذكر لمن يريد التذكير بأنه يفصلنا عن السيارة وعن الفوز وعن الناموس، وما زال شاهين ما يسلم المهمة، ما يسلم المركز الأول. علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري، مسافتنا هي 6، وما زال يكمل المسار حتى هذه اللحظات وهو يعلن الوجود، يعلن التواجد مع المقدمة ومع المركز الأول. يا سلام، شاهين العلي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري، وايضا شاهين يتواجد الخزع بن احمد بالخزع بن هلكي العامري مع المركز الثاني يرافق بو ظفيره مع الصداره، ولكن القادم احلى. وصول من الفاتن وبيفتن الفاتن، تعود الملكيه لسيف بن سالم بن الشرع القاضي. يا سلام يا سلام، غير الفاتن غير الفاتن، فاتن الفاتن مع المركز الاول، مع ناموس هذا الشوط، مع المسار المطلوب، اعلن الابداع، اعلن الاطلاق المميز. يا سلام يا سلام، الفاتن تعود الملكية لسيف بن سالم بن الشرع القائد مع البداية مع المقدمة، ولكن الشجاع وشاهين عندهم كلام ثاني، قدوم قوي. وصل بن مايد هنا، الشجاع تعود الملكية رجل الأمتار الأخيرة. يصل مشاهدي الكرام محمد بن أحمد بن مطر بن مايد الخيال. يا سلام، الفاتن والشجاع، الشجاع يحمل اسم الشجاع، يحب المركز الأول، يحب الناموس، غير الشجاع بالفعل. إنك شجاع، إنك بطل في هذا الشوط في الامتار الاخيره، انتزع السياره، انتزع الناموس، اسعد الله مساك يا رجل خطوط النهائيه، رجل الامتار الاخيره. تهانينا والناموس لمحمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيلي على هذا الفوز والناموس. المركز الثاني وصل الفاتن لسيف بن سالم بن الشرع القائده، من المركز الثالث كان من نصيب كفو لمحمد بن سلطان بن مرخان، المركز الرابع كان من نصيب شاهين للخزاع بن احمد للخزاع بن هلك العامري، من المركز الخامس لو شاهين علي بن سالم بن عبيد بو ظفيره العامري. هكذا كانت النتيجه او التوقيت الزمني، هاي الاعاده للشجاع، وبالفعل شجاع. 9 دقائق مشاهدينا الكرام، قطع المسافه زمن وقدر 9 دقائق 33 ثانيه وفأً وتماما. تهانينا والناموس لمالك محمد بن احمد بن مطر بن مايد الخيلي، واسعد الله مساك على هذا الفوز. المركز الثاني قطع المسافه زمن وقدره 9 دقائق 34 ثانية وفأً وتماما، اللي هو الفاتن لسيف بن سالم بن الشرع القايدي على هذا الفوز والناموس. الله يقول الحق، قدم عرض رائع وممتاز اللي هو الفاتن. اما المركز الثالث بالفعل كفو محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان 9 دقائق 35 ثانية جزئين من الثانيه. تهانينا والناموس لمالك شاهين او كفو محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.